السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض نظام من أنظمة الـ ERP اللي هو الأودو، وهندخل على الإيميل ماركتينج. هنا بتبدأ تعمل أشكال للإيميلات، يعني مثلا الشركة بتاعتك عايز تعمل دعاية، فبتقول له أنا هعمل مثلا البادي بتاعي حاجة بالشكل دوت، وتبدأ تغير الكلام زي ما أنت عايز، تقدر تحط صور زي ما أنت عايز، تحط اللوجو بتاعك، تغير التكست، تحط تكست جديد. تمام، وبتبدأ تديله اسم هنا على أساس يبقى سهل إن أنت توصل له. تمام، ده من نوع كذا مثلا، بحيث إن أنت في أي وقت تقدر تبعت الإيميل ده للناس ويستقبلوه. تبقى فيه في أي وقت عايز، كل مثلا شهر عايز تبعت حاجة بتنوب بعيد، بتنوب بحاجة، فتقدر تبعت الإيميل دوت.